كيذكروا اسم الله سبحانه وتعالى واسم النبي صلى الله عليه وسلم مجرمين لا علاقة لهم بالإسلام ولا بالإيمان ولا بالخير ولا بشي حاجة إيجابية، جماعة المجرمين واللي حرضهم مجرم وغادي يخليو ضحايا بزاف. ما نقولوش اليوم يعيب عليكم ولا حرام عليكم، غادي نقول هادوكم مجرمون وكيستحقوا العقاب، واللي دفعهم وحرضهم يستحق العقاب، ومجرم ومجرم ومجرم. حشومة وزارة الصحة كتقول لكم جلسوا في ديوركم، وزارة الداخلية كتقول لكم جلسوا في ديوركم، منظمة الصحة العالمية كتقول لكم الإجراءات وبعدوا من الاختبار، والناس خارجين في الزنقة كيقلبوا على الهاوية. إلا كانت كورونا غتصيبكم غير نتوما، لهلا يردكم إلى الجحيم إلى الجحيم إلى الجحيم. ولكن للأسف غتديو ضحايا أخرين، غتديو أبرياء أخرين، والدم اللي غادي كورونا غادي تضربك غادي تقول لي أحق الدولة ما دارش ليا السبيطار، أحق الدولة ما دارش ليا فين تعالج، أحق الدولة ما عرفت مالها، أحق ما عرفتش واقع. حشومة حشومة، ماشي من الإسلام وماشي من الإيمان وماشي من الإنسانية أنك دير سلوك بديك الحيوانية، أسلوب حيواني أسلوب حيواني أسلوب حيواني. هذاك القمة ديال الإجرام، القمة ديال الإجرام، القمة ديال الإجرام، القمة ديال الإجرام. شنو كتقلبوا؟ شنو كتقلبوا؟ شنو كتقلبوا؟ بغيتوا مقطع أكثر من ميت هذا البلاد؟ بغيتوا تبقاو تشوفوا عباد الله يموتوا في الشوارع؟ أشنو؟ صلي في دارك، صلي في دارك، دعي في دارك، دعي في نفسك، دعي في قلبك. مش هاد الإجرام، مش هاد الأشد البسالة، حشومة وعيب وعار. وخص السلطة تدخل في حقه، خص تدخل السلطة في حقه، لأن بدات هادو السلامة الناس، خاصكم تعاقبوا تسوا العكس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.